السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حي الشوقية طبعا مكة المكرمة، هذا شارع عبد الله بن العباس كده، هذا اتجاه الدائري الثالث، وهناك شو اسمه الممشى، ممشى الشوقية اللي صورناه قبل كده. اليوم نروح مطعم اسمه، المطعم اسمه لذيذ ليش، زي ما قلنا في الشوقية لذيذ ليش. هذا المطعم له تاريخ، يعني شوف 1977، من عام 1977 كان اسمه لزازيش في البداية، أول ما فتح كان لزازيش، وكان فاتح في النزهة، هذا أول ما فتح كان فاتح في النزهة، وكان هناك المكتب الخطوط السعودية بالناس اللي افتكروا، وكان يعتبر كده من المطاعم اللي يعني ليش نقول الجميلة واللي لها كده تميز. يعني حتى اتذكر واحد صاحبي يقول لك انا لما كنت عريس كنت اسبوع اروح اجيب لي مرته من لذيذ ليش او لزازيش، هو كان اسمه لزازيش بعدين غيروه لذيذ ليش. هذا المطعم اليوم طبعا هو مطعم يعني باكستاني، تقدر تقول مأكولات باكستانية، لكن في له شو اسمه طعمية اللي يعني مشهور بالطعمية، وعنده اطباق ثانية. الحين اصور المنيو، هذه من ضمن المنيو، الومنيوم، طلعوا الومنيوم الا في التيك توك قصدهم المنيو، وانا كنت اقول منيوم وش اسمه. طبعا في مكان للعائلات وهذا والافراد، هذا مكان العائلات إذا تبغاهم يقفلوا. هذا الألمنيوم، ألمنيوم يقول لك، هذه الأشياء وهذه أسعارها، شوفوها عاد أنتم. مو بعد انتهاء الوجبة كم الوجبة، هذه الأسعار وأنتم شوفوا. هذا ايش هو؟ انا شفت امس ذاك الركن، شفنا انه اشياء ترى مو كل شيء هنا في المنيو موجود، يعني خلوا بالكم مو كل حاجه موجود. الظاهر بيتزا ما في، قسم المقليات ما في، مكرونه بيتزا مكرونه كله ما في، والمقليات ما في، شاي حليب كله ما في، هذا ما في برضه، عصيرات كله ما في الا رمان، بس عشان تكونوا عارفين من الومنيوم. وجاء المطبق، صراحه المطبق انا جربته ترى ممتاز ما شاء الله، عندهم طعم 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 يعني. طبعا هذا مالح، في عندهم بالموز، وهذا الظاهر ما فيش دحين، قال لك ما في، في بس بالجبن، بس بالجبن. هذا الطعميه جات، هذا الطعمية، سندويشة الطعمية، والله بدي أفكه بس ماني عارف. المهم يعني سواء المطبق أو الطعمية صراحة مميزة، طحينة لسه ما دقناها. برع بيها الأخ سلطان، أسعود، يلا روح اتفرجوا مباريات أنتم.